هني مضمرها سعيد بن عبيد بن رشدان المري تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، انطلق مشاهدينا الأعزاء ثالث أشواط الزمول في هذا اليوم، سادسها في المجموع، سادس أشواط وانطلاقات هذا الصباح. تهانينا لجميع الفائزين وحظا أوفر لمن لم يحالف الحظ في هذا اليوم. أيها الأعزاء، هذا الشوط ينطلق بمشاركة واسعة من أبناء القبائل في هذا الشوط، وثلاثون اسما انطلقت قبل قليل. ونتجه لنتعرف على مقدمة الشوط. رعد على المركز الأول، تعود ملكية رعد لصالح بن مطر بن ضابط الدوسري على المركز الأول، ويسيطر على هذا الموقع وعلى هذا المركز المستهدف. ننتقل من رعد إلى المركز الثاني، وغياض علي بن سالم بسنيد الدعية المري على المركز الثاني. دور المركز الثالث، السعر لسعيد بن راشد بن عبيد المريزيق المري على المركز الثالث. وننتقل من المركز الثالث مع الكادر ومع مصورنا العزيز إلى المركز الرابع، التواجد هنا من نزاع لمحمد بن صالح بن مجدور المري. ودور المركز الخامس مع أول كيلومتر مقطوع يا متابعين هذا الشوط. المركز الخامس هنا التقدم من براق علي بن ناصر النعيمي. هذه نتيجتنا للخمسة المراكز المتقدمة الأولى في هذا اليوم وفي هذا الشوط. أذكر جميع المتابعين والمراقبين بأن الشوط الأول الرئيسي للحيل في هذا اليوم كان مع ثمينه المملوكة لمحمد بالفندي بن راشد المزروعي، بينما طماع هو من انتزع أول أشواط الزمول وأقواها في هذا الصباح مع صالح بن حمد بن هامله المري. تهانينا لهم على هذا الفوز، بينما التوقيت الأفضل والتوقيت الأقوى حتى هذا الشوط كان مع الشوط الماضي، أو كان مع ثمينة الفائزة بالشوط الأول الرئيسي 13 دقيقة 5 ثواني 94 جزء من الثانية. ثمينة هي الفائزة بالشوط الأول الرئيسي، وكذلك هي صاحبة أفضل توقيت. أذكر جميع المشاركين والمتابعين لأشواط هذا اليوم بأن انطلاقة هذا المساء وأشواط أصحاب السمو الشيوخ الأشواط المفتوحة والأسماء القوية ستكون في تمام الساعة الواحدة والربع من مساء هذا اليوم، والتحضير في تمام الساعة الثانية والخمسة واربعين دقيقة أتمنى، أو الساعة الثانية عشر وخمسة واربعين دقيقة بالفعل. أتمنى التوفيق لكل المشاركين والتحضير كالعادة قبل الانطلاق بنصف ساعة. مشاهدينا الأعزاء، نعود إلى رعد مع أول كيلومترين تنقضي، ورعد ما زال يرعد أرضية الميدان حتى هذه اللحظات مع صالح بن مطر بن ضابط الدوسري وهل الخريب يتابعونك يا صالح، وأيضا يريدون النقطة الثانية بعد فوز يماش بشوط من أشواطنا الماضية في هذا الصباح لخليفة بن سلطان بن ضابط الدوسري. هذا هو أيضا شعار أهل الخريب يتواصل في هذا الشوط، ومع رعد لصالح بن مطر بن ضابط الدوسري. دور المركز الثاني، غياض علي بن سالم بسنيد الدعية، وهذا الاسم معروف، اسم غياض نعرفه من أيام الحقائق، كان من المشاركين الأقوياء دائما في أرضيات الميادين، ولكن ابتعد عن المشاركة لسنوات الإصابة، وها هو يعود وعودا حميدا يا غياض. ننتقل من غياض إلى المركز الثالث، والوجود من السعر سعيد بن راشد بن عبيد المريزيق المري يتواصل على المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، والقدوم على رابع المراكز هنا نزاع لمحمد بن صالح بن مجدور المري، وأيضا نزاع صاحب نقطة في السباق الماضي حاصل على المركز الأول في شوط من أشواطنا في السباق المحلي الثالث. اللي يلي نزاع في المركز الخامس هنا التقدم من الطايف لسعود بن شاكر العبدي للشريف، أحد ضيوفنا الكرام من المملكة العربية السعودية الشقيقة. نعود مشاهدينا الأعزاء إلى مقدمة الشوط، وما زال رعد مع أول ثلاثة كيلومترات تنقضي، ما زال رعد يسيطر على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. تعود الملكية
إذا رعد لصالح بن مطر بن ضابط الدوسري مشاهدينا الأعزاء على المركز الأول، ونحن نقترب ونتجه إلى لوحة منتصف المسافة، وغياض يتسلل وغياض يتقدم وغياض يتحرك مع علي بن سالم سنيد الدعية في شوط الزمول في فحول وبنوك المستقبل. الله يا رعد، رعد رعد يقاتل ويصارع على البقاء في مقدمة الشوط، والعصا قوس. المركز الثاني غياض، علي بن سالم بسنيد الدعية. ننتقل إلى المركز الثالث، السعر لسعيد بن عبيد بن أمريزيق المري، وأيضا وصول على رابع المراكز الآن اللي يتقدم إلى المركز الرابع. هنا نزاع لمحمد بن صالح المجدور، ويليه من الجانب الآخر شعار بن نديلة اللي يتواصل الطايف، وتعود الملكية لهادي بن نديلة المري. هذه النتيجة ومشاهدينا الأعزاء، وأشاهد الدخول على خامس المراكز من أعناد عيسى بن ناصر بن طوار الكواري. هذا هو نداءنا مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، وعندما أذهب إلى استكمال النداء وأعود أشاهد دائما رعد، وأجد رعد ما زال صامدا في المركز الأول وعلى مقدمة الشوط وعلى رأس حربة الشوط، ولكن شعار الكواري مع لوحة منتصف المسافة يسيطر الآن مشاهدينا، ويتسلل أعناد لعيسى بن ناصر بن طوار الكواري، وما زال رعد. عاد رعد مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء، صالح بن مطر بن ضابط الدوسري، والسعر على المركز الثالث السعيد بن راشد بن عبيد المريزيق المري. دور المركز الرابع الطائف هادي بن نديلة المري، ويليه أحد المرشحين الأقوياء نزاع لمحمد بن صالح المجدور. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، ولكن غيرها عناد، غير مقدمة الشوط، وانتقل انتقال ممتاز عيسى بن ناصر بن طوار الكواري في هذا الشوط الذي لا يقل أهمية عن الأشواط الماضية. شوط مهم وهام، وأسماء عملاقة في التضمير وفي الملكية وفي المشاركة، أسماء هذه الزمول صالت وجالت على أرضيات الميادين. الله يا سن الكبار، وقيل قديما، وأيضا هذه المقولة الشهيرة، ما أحلى الرقص مع الكبار دائما، ما أحلى الرقص دائما مع الكبار. ما زال عناد سيد الموقف في هذه اللحظات، يتسيد عناد هذه اللحظات وهذا الموقف، ونحن نقترب من لوحة الثلاثة كيلومترات. العد التنازلي بدأ لهذا الشوط ومن عمر الشوط. ما زال عناد هو على المركز الأول، وشعار عيسى بن ناصر بن طوار الكواري الشعار المميز والجميل على ظهر عناد، وأيضا شكل عناد وركض ممتاز، الشكل والركض ممتاز يا عيسى. الله الله الله. المركز الثاني الطائف اللي يبغي يطوف إلى المركز الأول ويبغي التسلل، وهذا حق مشروع، بل يسعى كل المشاركين للتسلل في هذه الرياضة. التسلل مسموح وغير ممنوع، غير عن كرة القدم، رياضة الآباء والأجداد. هادي بن نديلة المري. المركز الثالث رعد 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 يا سلام. صالح بن مطر بن ضابط الدوسري يقدم لنا رعد في هذا الشوط، وينافس منافسة مشرفة حتى هذه اللحظات، والعصا ما زالت قوس. المركز الرابع السعر اللي بترتفع أسعاره انفاز هذا اليوم لسعيد بن راشد بن عبيد المريزيق المري. المركز الخامس وصول أول نداء لمزاح لمحمد بن فهيد بن سلعان المري. على المركز الخامس أول نداء لشعار بن سلعان، يتدخل في هذه اللحظات مع مزاح. أعود إلى مقدمة الشوط، وما زال عناد يسيطر مشاهدينا الأعزاء على المركز الأول، ويحكم القبضة والسيطرة على هذا الموقع والمركز المستهدف. الله يا الكواري، حافظ يا أخوي على تقدم عناد. أشوف الفطاحلة في التضمير قريبين جدا من عناد، والأسامي قريبة جدا، أول المهددين أول القادمين رعد. صالح بن مطر بن ضابط الدوسري يريد استعادة حقوقه المنهوبة في هذا الشوط، كان متسيدا للأربعة كيلومترات الأولى من عمر هذا الشوط، ولكن عناد ينطلق 2 كيلومتر. يا مالك عناد، يا مضمر عناد،
عيسى بن ناصر بن طوار الكواري، ما زال عناد يسيطر على المركز الأول في شوط الزمول الرابع مشاهدين الأعزاء، أو الثالث، هذا هو الشوط الثالث للزمول، شوط هام ومهم، وأيضا أسماء هامة تشارك في هذا الشوط. لوحة 1500 متر تقترب مشاهدينا الاعزاء ونحن نقترب منها، ما زال عناد على المركز الاول، رعد في المركز الثاني، المركز الثالث مزاح لمحمد بن فهيد بن سلعان المري، المركز الرابع نزاع لمحمد بن صالح المجدور، وغياض عاد غياض مرة أخرى، علي بن سالم بن سنيد الدعية يتسلل لينتزع المركز الخامس، ولكن أعود إلى عناد ما زال على صدارة الشوط، عيسى بن ناصر بن طوار الكواري، الموقف حساس وبدأت الصعوبة من هذا الموقف، بدأ الاستهداف وبدأ التقدم من الشعارات وبدأ الغزو المكثف وبدأ الانطلاق في أمتار الانطلاق في الأمتار الحساسة، صالة المغادرة والمغادرين نقترب منها، يا سلوب رعد على المركز الثاني، صالح بن مطر بن ضابط الدوسري، المركز الثالث مزاح محمد بن فهيد بن سلعان المري، المركز الرابع نزاع 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 مشاهدينا لمحمد بن صالح المجدور، المركز الخامس غياض علي بن سالم بن سنيد الدعية، ولكن أعود إلى عناد اللي ما زال ينطلق والعصا قوس، الكيلو الأخير يا متابعين يا مضمرين يا مراقبين، كيلو العمليات، كيلو حبس الأنفاس، كيلو أكون أو لا أكون، يا سلوب بدأ التنافس ما بين مزاح وما بين عناد وبدأت المعركة من هذه النقطة مشاهدين الأعزاء، مزاح مزاح مزاح، محمد بن فهيد بن سلعان يتسلل مزاح، وما زال عناد صامد حتى هذه اللحظات، وأيضا يتحرك نزاع على المركز الثالث، نزوع لمحمد بن صالح المجدور وغياض قادم على المركز الرابع، ورعد على المركز الخامس لصالح بن مطر بن ضابط الدوسري، 600 متر يا متابعين، وما زال عناد مع شعار الكواري، عيسى بن ناصر بن طوار الكواري، ولكن محمد بن فهيد بن سلعان قادم، بن سلعان وأيضا الكواري في معركة هذا الشوط مشاهدين الأعزاء، مزاح ولكن يتسلل مزاح يتقدم مزاح وواصل نزاع، نزوع يا سلوب نزاع 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 صاحب نقطة في السباق الماضي، يا سلوب الله نزاع ومزاح نزاع مزاع نزاع ومزاح مشاهدينا الأعزاء، ولكن نزاع ينتزع ناموس الشوط إلى أهل المصلال، السلام انفاز، فسيتجه من الشحانية إلى مصلال محمد وإلى مصلال علي في هذا اليوم، ويسجل النقطة الثانية له في هذا الموسم، يا سلوب إذا انتهى، تهانينا لمالك نزاع للمرة الثانية على التوالي في هذا الموسم، تهانينا يا محمد بن صالح المجدور، لحظات الوصول، المركز الثاني مزاح لمحمد بن فهيد بن سلعان المري، المركز الثالث عناد لعيسى بن ناصر بن طوار الكواري، المركز الرابع شاهين لعلي بن محميد المري، المركز الخامس غياض علي بن سالم بن سنيد الدعية، هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء، وبالفعل نزاع يثبت بأنه الأقوى في هذا اليوم وفي هذا الشوط، وذكرنا بأنه صاحب نقطة في السباق الماضي، وذكرنا وأعلنا بأنه من المرشحين الأقوياء للفوز بهذا الشوط، وبالفعل ما خابت التوقعات ولا الترشيحات لنزاع، إذن نزاع مشاهدينا الأعزاء ينتزع ناموس الشوط ويهدي السلام إلى أهل المصلال وإلى المالك محمد بن صالح المجدور. إذن هذا هو ملخص الشوط الماضي، وفي هذه الأثناء ينطلق شوط آخر وهو الشوط السابع الخامس للحيل، ولكن هذا هو نزاع مشاهدينا الأعزاء يعلن انتزاعه لهذا الشوط الثالث للزمول، قاطعا مسافة الشوط ومسافة الثمانية كيلومترات الطويلة في 13 دقيقة 26 ثانية و 78 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لمحمد بن صالح المجدور، المركز الثاني اللي ما قصر حقيقة في هذا الشوط مزاح، وتوقيت مزاح 13 دقيقة 27 ثانية 70 جزء من الثانية، تهانينا لمحمد بن فهيد بن سلعان المري على الفوز بالمركز الثاني.
المركز الثالث. المركز الثالث عناد، وتوقيت عناد 13 دقيقة 33 ثانية 32 جزء من الثانية. تهانينا لمالك عناد عيسى بن ناصر بن طوار الكواري، تهانينا وناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم مشاهدينا.